اليوم في اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي الثامن مع جهاز المراقبين الماليين، رفعت الجلسة مبكرا لعدم حضور رئيس الجهاز، للأسف لم يعتذر ولم يحضر، وهو رئيس بالأصالة، ويعني حضر الأخوة نائب رئيس الجهاز وفريقة بالتكليف، يعني هو نائب رئيس الجهاز بالتكليف. حقيقة يعني عدم حضور رئيس الجهاز في موضوع مناقشة تقارير جهاز المراقبين الماليين على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والجهات المستقلة المؤسسات المستقلة، يعني هذا نوع من عدم احترام اللجنة، عدم احترام يعني الأمة. اليوم هذا موضوع الحقيقة يعني مهم جدا، الرسالة لكل الجهات والوزراء كذلك، أن عدم حضور الجهة اللي تتبع هذا الوزير، عدم حضور رئيسها دون اعتذار ودون يعني يكون هناك فعلا أمر يعني ضروري لعدم الحضور، هذا يحمل الرئيس المسؤولية، يحمل الوزير المسؤولية. في النهاية يعني ينبغي احترام إرادة الأمة واحترام يعني لجنة الميزانيات وحضور يعني الرئيس المباشر، فعندما تكون الوزارة حضور الوزير هذا ضروري، ولا يكون حتى العذر يعني لمجرد العذر، إنما يكون عذر فعلا يحول دون الحضور.